السلام عليكم. ان شاء الله السكشن ده هيكون عن لانس انترفرومتر او جيج انترفرومتر او انترفيرنس كومباراتور. التلاتة يعتبروا مسمى لجهاز واحد. الجهاز ده ليه كذا ابلكيشن. هو عبارة عن قياس باستخدام الانترفرومتري. ممكن استخدمه في ان انا اعمل دايركت ميجرمنت لجيج بلوك مثلا. يعني جيج بلوك، اي جيج بلوك بيبقى مكتوب عليه الهايت بتاعه وليكن مثلا 10 ملي، بس ال10 ملي دول فيهم ايرور ولو حتى جزء من المايكرون. فباستخدام الجيج انترفرومتر اقدر اقيس الهايت بتاع الجيج بلوك قد ايه بالظبط واعرف الايرور اللي فيه قد ايه. ممكن استخدمه في ديفرنشال ميجرمنت او كومباراتيف ميجرمنت. يعني مثلا عندي جيج بلوك عارف الهايت بتاعه قد ايه بالظبط، ممكن احطه واحط جنبه سبيسيمن تانية عايزه اعمل كومباراتيف ميجرمنت بينها وبين الجيج بلوك واشوف فرق الهايت ما بينهم قد ايه. ممكن كمان استخدمه في قياس الباراليزم ايرور، بس في السكشن ده ان شاء الله هنستخدمه في اننا نعمل دايركت ميجرمنت لجيج بلوك. ده الجيج انترفرومتر اللي موجود عندنا في المعمل. دي الاي بيس اللي هتبص منها تشوف الفرنج باترن بتاع الجيج بلوك وبتاع البلاتين اللي محطوط عليها الجيج بلوك، بحيث تستخدمها بعد كده في حساب الجيج بلوك هايت. وتقدر من هنا تبقى شايف الجيج بلوك اللي انت حاطه، وده سايد فيو للجهاز من الناحيه دي وده سايد فيو من الناحيه التانية. هتلاقي في هنا باب وفي هنا باب برضو تقدر تفتحه وتحط الجيج بلوك اللي انت عايز تقيس الهايت بتاعه وتظبط السيت اب بتاعك. هنلاحظ ان هنا الهاوسينج بتاع الجيج انترفرومتر عباره عن دبل وولد انسيوليتد هاوسينج، بحيث ان هو يحفظ درجه حراره التجربه كلها من جوه عند 20 درجه مئويه زي ما الستاندرد بيقول، وما يتاثرش بدرجه حراره بقى الجو اللي حواليه ولا حتى يتاثر بدرجه حراره الاوبريتور اللي بيستخدم الجهاز. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي الاوبتيكال ارينجمنت بتاع الجهاز. يعني لما تفتح الجهاز هيبقى موجود ايه من جوه، مسار الاشعه بيمشي من فين لفين لفين وهكذا. ده الاوبتيكال ارينجمنت بتاع الجهاز من جوه. ده الهاوسينج اللي بره، ده الهاوسينج اللي احنا لسه شايفينه. والاوبتيكال ارينجمنت هتشوف مسار الاشعه ماشي ازاي، بادئ منين وماشي فين. هو ده الاوبتيكال ارينجمنت بتاع الجهاز. طالما انا بستخدم ضوء يبقى لازم يبقى موجود في الاول اللايت سورس بتاعي. اللايت سورس هنا عباره عن سبكترال تيوب، دي بيبقى فيها غاز هيليوم او كريبتون، بستخدمه في انتاج ليزر. فالليزر بيم هيبتدي يطلع من هنا، يبقى دي بدايه الاوبتيكال ارينجمنت بتاعي. لو عملنا زوم وقربنا شويه من الصوره هنلاقي ادي السبكترال تيوب اللي موجود فيها الهيليوم او الكريبتون، وهينتج منها الليزر بيم. الليزر بيم هيعدي الاول على الكوندنسر وبعد كده يوصل لحد الديفليكتنج ميرور. ميرور يبقى هتعكس الضوء. الميرور واخد زاوية 45 فهتعكس الضوء زاوية 90 درجة. فالضوء بدل ما هو كان ماشي في الاتجاه ده هيمشي في الاتجاه ده، هيعدي من الانترنس سلات وبعدين يبتدي يتفرق. شرط اساسي عندي عشان اقدر استخدم الانترفيرومتري في القياس او عشان يحصل انترفيرنس فينومينا ان لازم الاشعه تكون متوازيه، فمش هقدر استخدم الاشعه وهي متفرقه كده. فاستخدم حاجه اسمها كولوميتر اوبجكتيف او كولوميتنج لانس. دي بتبقى عباره عن تو لانسز مع بعض، كونكيف وكونفكس بالترتيب كده، كونكيف الاول وبعدين كونفكس. الكونكيف لانس بتفرق الاشعه والكونفكس لانس بتجمع الاشعه. فلما احط كونكيف وبعدها كونفكس هتاخد الاشعه المتفرقه وتطلعها على هيئه اشعه متوازيه. لحد هنا الاشعه اللي طالعه دي عباره عن ضوء فيه كذا طول موجي، وانا لازم يبقى الضوء اللي بستخدمه في الانترفرومتري يكون مونوكروماتيك، يعني احادي اللون او احادي الطول الموجي، لان في الاخر لما هاجي احسب الهايت بتاع الجيج بلوك هيبقى فانكشن من الطول الموجي اللي انا بستخدمه، وبالتالي مش هينفع استخدم الضوء اللي طالع من هنا كده على طول اللي هو كذا طول موجي في بعض. فهيعدي الاول على حاجه اسمها ديسبيرجن بريزم او كونستانت ديفيشن بريزم. ده وظيفته ايه؟ بياخد الاشعه اللي هي عباره عن كذا طول موجي في بعض ويطلع لي طول موجي واحد بس. طب هل هو هيطلع لون واحد اللي هو طول موجي واحد بس؟ لا، على حسب الانجل بتاعته. في عندي حاجه هنا اسمها بريزم تلت، لما بحركها الانجل بتاعه البريزم ده بتتغير، وبالتالي تقدر تديني اطوال موجيه مختلفه. فلما اغير مثلا يديني هنا لون احمر بطول موجي معين، احرك الف البريزم تلت فالانجل بتاعه الديسبيرجن بريزم تتغير وبالتالي يديني لون تاني مثلا اخضر بطول موجي مختلف، على حسب ايه الطول الموجي اللي انت عايز تستخدمه او ايه اللون اللي انت عايز تستخدمه.
لحد هنا الجزء اللي شرحناه ده ممكن اسميه على بعضه مونوكروميتر. ليه؟ لانه بيطلع لي مونوكروماتيك لايت اللي هو ضوء احادي الطول الموجي، يبقى من اول سبكترال تيوب، كوندنسر، ديفلكتنج ميرور، انترنس سلات، كولوميتر اوبجكتيف، والبريزم، دول كلهم على بعض اسمهم مونوكروميتر. لما تيجي ترسم الاوبتيكال ارينجمنت يعني تخلي بالك من مسار الاشعه عامل ازاي. يعني هنا مثلا الاشعه كانت ماشيه في الهواء وبعدين هتدخل على ديسبيرجن بريزم، يعني حاجه ازاز، وبالتالي ما ينفعش امشي الاشعه كده على طول، لا، الاشعه هتيجي هنا تدخل من هواء للازاز فيحصل لها انكسار، وبعدين هنا عندي سطح عاكس فهتنعكس الناحيه دي، وبعدين لما تيجي تطلع من ازاز لهواء يحصل لها انكسار تاني. ده بس عشان تعرف ترسم الاوبتيكال ارينجمنت مظبوط. خلاص طلع لحد هنا عندي مونوكروماتيك لايت اقدر استخدمه في الانترفرومتري، فهيجي هنا عندي الاوبتيكال فلات او ليها مسمى تاني اللي هو الويدج بليت، هيوصل الضوء لحد عندها ويتقسم لجزئين، جزء هيروح الناحيه دي لحد الميرور وينعكس، وجزء هينزل على الجيج بلوك او الجيج بلوك والبلاتين او البيز بليت اللي محطوط عليها الجيج بلوك، وبعدين يرجعوا هما الاثنين هنا يتجمعوا تاني فيتكون الفرنج باترن. طيب لو لاحظنا هنلاقي ان في ويدج بليت تاني هنا او اوبتيكال فلات تاني، ده وظيفته ايه؟ انا عندي شرط اساسي في الانترفيرنس فينومينا انه التو بيمز اللي هيتجمعوا يكون ليهم نفس الطول الموجي ونفس الامبليتيود. نفس الطول الموجي انا خلاص ضمنتها لانه طالع من هنا مونوكروماتيك لايت. طب نفس الامبليتيود هضمنها ازاي؟ ان هما الاثنين لو هيمروا بحاجه في المسار بتاعهم لحد ما يروحوا ويرجعوا هما الاثنين يمروا بنفس الظروف بالظبط. فهنا مثلا الضوء هيوصل لحد السطح اللي فوق ده بتاع الاوبتيكال فلات وهيتقسم، جزء هيروح لحد الميرور ويرجع، وجزء هينزل للجيج بلوك ويرجع تاني. طيب تعالوا نمسك جزء جزء. لو مسكنا الجزء ده، ده هيعدي من الاوبتيكال فلات ويوصل لحد الجيج بلوك والبيز بليت ويرجع يرتد تاني، يعدي من الاوبتيكال فلات يوصل لنفس المكان اللي هو كان فيه. وده لو ما كانش فيه اوبتيكال فلات كان هيوصل بس لحد الميرور وينعكس يرجع تاني، فهما الاثنين ما مروش بنفس الظروف في مسارهم وهما رايحين وراجعين، وبالتالي لازم احط اوبتيكال فلات تانية هنا عشان يحصل لها نفس اللي حصل للبيم اللي مشى في الجزء ده. فده عدى من الاوبتيكال فلات مره ورجع عدى منها تاني، فهحط هنا اوبتيكال فلات يعدي منها الضوء مره ويرجع يعدي منها مره تانية، بحيث لو في اي تغير حصل ولو بسيط في الامبليتيود يبقى هما الاثنين يحصل لهم نفس التغير، فعلى ما يرجعوا يتجمعوا هنا يكون هما الاثنين زي بعض بالظبط في الامبليتيود. يتجمعوا هنا وبعدين يعدوا من الاوبتيكال فلات كده تكون عندي الفرنج باترن. فالجزء اللي احنا شرحناه ده اللي هو الميرور بالتو اوبتيكال فلاتس بالجيج بلوك بالبيز او بالبلاتن اللي محطوط عليها الجيج بلوك اقدر اسميه على بعضه انترفرومتر. لحد هنا الفرنج باترن اتكون، كل انا محتاجاه بعد كده بس اني اقدر اشوفه. فده عندي الجزء الباقي ده اسمه تلسكوب، بيبقى عندي هنا تلسكوب اوبجكتيف. لو لاحظنا هنلاقيها بالظبط زي الكولوميتنج لينس او الكولوميتر اوبجكتيف بس معكوسه، دي عباره عن كونفكس لينس وبعدها كونكيف. الكولوميتنج لينس كانت كونكيف وكونفكس، كونكيف وبعدها كونفكس فهتطلع اشعه متوازيه، لكن هنا كونفكس وبعدها كونكيف فهتاخد الاشعه المتوازيه وتجمعها لحد ما توصل الاي بيس اللي انت هتبص منها بقى وتشوف الفرنج باترن اللي بعد كده هتستخدمه في حساب الهايت بتاع الجيج بلوك. ودي اكزيت سلات شبه الانترنس سلات، كان الانترنس سلات بيدخل منها الضوء، الاكزيت سلات هيعدي منها الضوء ويوصل الاي بيس اللي انت هتبص منها بعد كده. يبقى ده كده الاوبتيكال ارينجمنت اللي احنا شرحناه، باقي بس حاجات ميكانيكال. يعني لو جينا بصينا على الجزء ده هنلاقي فيه هنا راك وبينيون، ده بستخدمه في الكورس ادجستمنت. يعني لو جيج بلوك طويل قوي هنزل ده لتحت، هنزل البيز بليت دي لتحت عشان اعرف احط الجيج بلوك. طبعا كل الكلام ده موجود جوه الجهاز، لما بفتح الباب الموجود في الجنب ده او في الجنب ده هلاقي الكلام ده جوه الجهاز، فاقدر اعمل هنا كورس ادجستمنت انزله او اطلعه على حسب الهايت بتاع الجيج بلوك. وعندي هنا كمان الحاجه الوحيده اللي ما اتكلمناش عنها في الاوبتيكال ارينجمنت اللي هي اللامب بتاعه الوايت لايت.
لو نلاحظ هنا ان الميرور دي مكتوب عليها ايه، ديفليكتنج ميرور، يعني ايه؟ اقدر اميلها، فانا ممكن اميلها اطلعها بره مسار الاشعه خالص وما شغالش السبكترال تيوب، وبالتالي مفيش ليزر، واستخدم على طول اللمبه بتاعه الوايت لايت، فالضوء يعدي من هنا على الانترنس ليت ويبتدي يمشي في نفس مسار الاشعه. بس طبعا انا استخدم ليزر هيكون احسن من الوايت لايت، والوايت لايت ده هيستخدموه في الديفرنشال ميجرمنت او في الكومباراتيف ميجرمنت، مش هيستخدموه في دايركت ميجرمنت على طول. اللي باقي عندي هنا في الرسمه النوبس دي، هم 3 نوبس، 3 بس عشان واخد فيو من الجنب باين منهم 2، لكن دي في واحده كمان وراها. النوبس دي هستخدمها ايه في ايه؟ في الفاين ادجستمنت، يعني ده بستخدمه في الكورس ادجستمنت، بظبطه انزل او اطلع على حسب الهايت بتاع الجيج بلوك، ده هستخدمه في الفاين ادجستمنت. هم 3، واحده منهم بقدر اعمل ادجستمنت الهايت اطلعه او انزله بس مسافه بسيطه، والثانيه اقدر اعمل تيلتنج يمين او شمال، والتالتة اقدر اعمل تيلتنج لورا او لقدام، بحيث ان انا اظبط كده السيتنج بتاع الجيج بلوك وبعدين ابتدي اشتغل بقى واخد القياسات او القرايات اللي انا هاخدها. الثري نوبس دول لو حركتهم وانت مشغل الاضاءه وباصص من الاي بيس هتقدر تشوف التغير اللي بيحصل في الفرنج باترن، وبالتالي تقدر تفهم الادجستمنت او النوب اللي انت ماسكها دي بتعمل ايه بالظبط في البليت. فاحنا هنشوف مع بعض كل نوب منهم لما لفها الفرنج باترن شكله هيتغير ازاي، وبالتالي انا استنتج ايه اللي بيحصل للبليت بالجيج بلوك جوه، لان هو مش مكتوب عليهم، فانا هقدر من مجرد بس ما ابص على الفرنج باترن اقدر اعرف هل الجيج بلوك مثلا بيطلع وبينزل، ولا بيميل يمين وشمال، ولا بيميل لورا ولقدام، ده كل ده هعرفه من التغير اللي بيحصل في الفرنج باترن. ده كده شكل الجهاز اللي موجود في المعمل عندنا. دي الاي بيس اللي هتبص منها تشوف الفرنج باترن، وده البريزم تلت اللي انت هتلفه، تغير الانجل بتاع الديسبرجن بريزم، وبالتالي تغير اللون بتاع الضوء اللي انت بتستخدمه، وطالما اللون اتغير يبقى الويف لينث مختلف. لما بتلفها في عندي هنا مؤشر بيشاور على لون معين، هتلاقي في هنا خطوط كده، لما تبقى في المعمل ان شاء الله هتشوفها، هتلاقي في هنا خطوط كده ليها الوان مختلفة، احمر اصفر اخضر ازرق بنفسجي، الالوان دي لما هتيجي تلف البريزم تلت هتلاقي ده بيتحرك معاك لحد ما توقفه عند لون معين. عايز تستخدم اللون الاحمر يبقى تلفه لحد ما ده يقف عند اللون الاحمر، عايز تستخدم اللون الاصفر تلفه لحد ما ده يقف عند اللون الاصفر. دي كده البريزم تلت، ودي 3 سيتنج نوبس اللي هي كل واحده فيهم بتحرك الجيج بلوك من جوه حركه مختلفه عن التانية، بتعمل فاين ادجستمنت، وهنشوف كل واحده فيهم دلوقتي بتعمل ايه. هنشوف التغير اللي بيحصل في الفرنج باترن، والتغير اللي بيحصل في وضع الجيج بلوك، وفي السكشن ان شاء الله هتبقى باصص من الاي بيس وهتشوف احنا بنحرك ده ايه اللي بيحصل للفرنج باترن. فلنفترض ان ده كده عندي وضع الاوبتيكال فلات مع الجيج بلوك. فالوضع الاساسي هيبقى عندي نازل شعاع ضوء هنا، وبعدين يبتدي ينعكس جزء منه من على الاوبتيكال فلات، والجزء التاني هيعدي يوصل لحد الجيج بلوك، وبعدين ينعكس ويرجعوا يتجمعوا تاني. فرضا انه هنا عند البوزيشن ده حصل ان فرق المسار بين الشعاعين، بين الشعاع ده والشعاع ده، كان لامدا على 2 اللي هو نص الويف لينث، او اود مالتيبل من لامدا على 2، فهيتكون قصاده تحت ايه؟ فرنج. هيحصل كومبليت انترفيرنس، وهيبقى فيه هنا خط كده دارك. طيب ده كده في وضع الجيج بلوك الاصلي. لو انا حبيت احرك الجيج بلوك وانا بحرك النوب كده هيتحرك الجيج بلوك، والجيج بلوك طلع لفوق، فبقى البوزيشن الجديد بتاعه الشكل ده. هل وضع الفرنج ده هيفضل زي ما هو؟ اكيد لا، لان فرق المسار بين الشعاعين دول لما حركت الجيج بلوك ما بقاش هو هو. يعني لو هنا مثلا كان فرق المسار بين الاثنين لامدا على 2، فلما حرك الجيج بلوك مش هيفضل نفس فرق المسار في نفس البوزيشن ده. فهنفترض ان هو مثلا اترحل شويه، نفس فرق المسار ده اترحل شويه كده ناحيه اليمين وليكن بقى هنا، فهيسقط الضوء وبعدين ينعكس جزء من الاوبتيكال فلات وجزء يعدي لحد الجيج بلوك وينعكس، فيتكون فرنج قصاده تحت. يبقى كده نلاحظ ايه؟ ان الفرنج اتحرك ناحية اليمين.
فوانت بتحرك النوب لو شفت الفرنج باترن ماشي ناحية اليمين، ده مش معناه ان الجيج بلوك ماشي ناحية اليمين، لا الجيج بلوك ثابت في مكانه، بس ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لفوق. ولو انت بتحرك في نفس الوقت اللي انت بتبص فيه على الفرنج باترن وانت بتحرك لفوق، هتحس كأن الفرنج ماشية كده. ليه؟ لان البوزيشن بتاع الفرنج اللي بيحصل عنده كومبليت انترفيرنس اترحل، اختلف. وليكن ده كان الشكل الاساسي قبل ما احركه، لما احركه لفوق هيبقى ده شكله. يبقى لما تشوف الفرنج باترن ماشي ناحيه اليمين، يبقى ايه اللي بيحصل للجيج بلوك؟ بيطلع لفوق. لو العكس، لو بتنزل الجيج بلوك لتحت، هتحس ان الفرنج باترن ماشي ناحيه الشمال. طيب ناخد هنا وضع تاني، ده كان برضو الوضع الاساسي للجيج بلوك من قبل ما احركه، من قبل ما الف النوب، وحصل هنا عند البوزيشن ده كومبليت انترفيرنس اتكون فرنج، وفي بوزيشن تاني حصل برضو كومبليت انترفيرنس واتكون فرنج. وبحرك النوب، السيتنج نوب بتعمل تلتنج في الفرونت فيو، يعني في الفيو اللي انت شايفه ده بتعمل تلتنج هنا كده، فهيميل يمين او شمال. فلنفترض مثلا انه هيميل يمين، فهيبقى الوضع الجديد للجيج بلوك عامل ازاي؟ هيبقى بالشكل ده. بعد ما هو ماله بقى بالشكل ده، هل تفتكر انه وضع الفرنج باترن، وضع الفرنجس الموجودة في الفرنج باترن هتفضل في مكانها زي ما هي؟ اكيد لا. اول ملحوظة هنا انه الويدج انجل زادت، فاكيد هيحصل تغير في شكل الفرنج باترن. فبدل ما انا كان عندي الجيج بلوك واخد الوضع ده وتكون هنا فرنج وتكون هنا فرنج تاني، لا، وضع الفرنج هيختلف، هيتكون هنا فرنج وفي مسافة اقرب شوية من اللي فاتت، من اللي فاتت هيتكون فرنج تاني وفرنج تالت. فمثلا لو ده لو حصل هنا في البوزيشن ده كومبليت انترفيرنس، هيبقى فيه فرنج تحت. انا رسمه بس يعني شرط كده علشان تفرق بينه وبين البوزيشن اللي قبله، لكن انت طبعا بترسم الفرنج خط اسود كامل مش مقطع كده. وهنا مثلا حصل كومبليت انترفيرنس وهنا حصل كومبليت انترفيرنس. فنلاحظ ان الفرق بين ده وبين البوزيشن اللي قبله انه المسافات اللي بين الفرنجس وبعضها قلت. ليه؟ لان الزاويه بتاعه الويدج انجل اللي هي الزاويه دي اللي هي بين الاوبتيكال فلات والجيج بلوك زادت. فلو ده كان الوضع الاصلي بتاع الجيج بلوك قبل ما اعمل له تلتنج يمين، هيبقى ده الوضع الجديد. لما ميلته ادي الانجل بتاعته زادت، وبالتالي على الفرنجس زاد وقرب من بعضه. هنشوف مع بعض الوضع التالت. احنا خدنا نوب بتحرك فوق او تحت، ونوب تانية بتحرك بتعمل تلتنج في الفرونت فيو يمين او شمال. هنا بقى هيحصل تلتنج في السايد فيو، يعني السايد فيو هو اللي هيميل، وبالتالي هنا كأنه بيميل لقدام او لورا. لو كان ده برضو الوضع الاساسي وحصل هنا كومبليت انترفيرنس وتكون فرنج، وبعدين عايزة اميله لقدام، ففي نوب هحركها يميل لقدام، فلما يميل لقدام السايد فيو هو اللي هيميل، وهيبقى هنا هيبان خطين، هيبان بالشكل ده كده، هيبقى ميلت ده لقدام وبالتالي هيبان في السايد فيو الميل بتاعه، وهيبان هنا ده السطح، ده السطح اللي هو كان باين خط واحد عشان هو كان هوريزونتال كده، هيبان هنا ايه؟ خطين. شكل الفرنج الفرنج باترن هيتغير ازاي؟ انا في البوزيشن اللي فات كان نزل هنا شعاع ضوء وانعكس، حصل كومبليت انترفيرنس، اتكون خط كده رأسي على طول. ليه خط رأسي؟ لان كان السطح كله واخد نفس الزاوية مع الاوبتيكال فلات، لكن هنا الوضع اختلف، يعني السطح حتى مايل اهو، السطح ده مايل اهو، وبين هنا عبارة عن خطين، عبارة عن الجزء ده. طيب لو جيت مسكت نقطة معينة وحصل هنا complete interference، النقطة دي قصادها في side view هي النقطة دي، لو حصل complete interference هنا هيتكون في الفرنج باترن نقطة dark عشان حصل complete interference عند النقطة دي. طيب الخط اللي ورا ده لما يحصل عنده كومبليت انترفيرنس مش هيحصل في نفس البوزيشن، هيبقى مترحل شويه قدام، وليكن مثلا كان هنا النقطه اللي انا واقفه عندها دي هي نفسها النقطه دي في السايد فيو، لما يحصل كومبليت انترفيرنس هنا هيتكون نقطه دارك برضو قصادها في الفرنج باترن. طيب وبعدين الجزء اللي هو من هنا لهنا ايه اللي حصل؟ كاني مثلا جيت رسمت خط تاني هنا في النص،
وحصل complete dark فين, complete interference فين, في مكان ما هنا كده ما بينهم. فلو جيت قعدت رسمت خطوط بين الخطين دول اللي فوق واللي تحت, قعدت رسمت خطوط وعند كل خط شفت هيحصل فين complete interference عشان احط نقطة dark هنا قصاد الانترفيرنس اللي حصل, هلاقي ان هو في الاخر بيطلع لي خط كده متوصل ما بينهم. يبقى وانت بتحرك نوب لو شفت ان الفرنج باترن بيميل, الخطوط بتاعته بتميل, ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجيج بلوك بيحصل له تلتنج لورا او لقدام, يعني بيحصل له تلتنج في السايد فيو. فلو ده كان الوضع الاصلي بتاع الجيج بلوك قبل ما ميله, يبقى بعد ما ميلته لورا او لقدام, احنا هنا شغالين لقدام, هيبقى هو ده شكله الجديد. لحد هنا احنا كده شفنا مع بعض الجهاز مكون ازاي من جوه, الاوبتيكال ارينجمنت بتاعه, النوبس اللي موجوده بره بتعمل ايه, البريزم تالت, الاي بيس اللي هبص منها, لكن ما عرفناش هنستخدم بقى الجهاز ازاي في ان انا اعمل دايركت ميجرمنت لجيج بلوك اشوف الطول بتاعه كام بالظبط. دي المعادله اللي هنستخدمها, المعادله دي هتاخدوها بالتفصيل بمثال عليها في المحاضره ان شاء الله, او اخدتوها في المحاضره على حسب يعني انت بتشوف الفيديو امتى. فانا بس هقولك ازاي تستخدمها في ان انت تطلع في الاخر الجيج بلوك هايت, لكن كتفاصيل هتاخدوها في المحاضره باذن الله. السيمبلز دي عبارة عن ايه؟ ايه ده الايرور اللي موجود في الجيج هايت, لان انا اصلا مفروض الجيج بلوك بيبقى مكتوب عليه الهايت بتاعه كام, وليكن مثلا 10 ملي, فهو طلع معايا 10.005 مثلا يعني. فالفرق ده اللي هو الفرق ما بين الرقم اللي انا قسته والرقم اللي مكتوب على الجيج بلوك, هو ده الايرور ان جيج هايت اللي هو ده اللي انا عايزة اقيسه اصلا. وجي ده الميجرد جيج هايت, وجي ان ده النومينال, النومينال اللي هو مكتوب عليه وليكن مثلا 10. لامدا طبعا ده الويف لينث بتاع الضوء اللي انت بتستخدمه, بتستخدم مثلا ضوء احمر يبقى الويف لينث بتاع اللون الاحمر, ضوء ازرق يبقى الويف لينث بتاع اللون الازرق, على حسب اللي انت بتستخدمه ايه. سمول ان ده نمبر اوف وول هاف ويف لينثز ان جي, يعني عندي كام لامدا على الاثنين كعدد صحيح في الجي. كابيتال ان نفس الكلام بس في جي ان, فكابيتال ان دي عبارة عن number of all half wave lengths اللي موجودة في جي ان. small f وكابيتال اف دي fractions بقى, يعني small n وكابيتال ان الاثنين دول ارقام صحيحة, small f وكابيتال اف الاثنين fractions. small f ده observed fraction وكابيتال اف calculated fraction. مش هندخل في الحسابات قوي, هتاخدوها في المحاضرة, فاحنا هنركز على الجزء العملي. طيب ايه في كل دول اللي انا هطلعه من الجهاز؟ ايه من الارقام دي اللي انا هاخده من الجهاز؟ جي ان طبعا عندي, انت عارف الجيج بلوك اللي انت حاطه كام, لامدا الويف لينث عارفه, لو بتستخدم هيليوم فالالوان اللي انت هتستخدمها ليها اطوال موجيه معينه, لو بتستخدم كريبتون الالوان اللي انت بتستخدمها ليها اطوال موجيه معينه. كابيتال ان وكابيتال اف الاثنين دول بيتحسبوا, سمول ان ده مجهول, وسمول اف هو ده بقى اللي انا هاخده من على الجهاز. هاخده ازاي؟ دي المعادله عندي, احنا قلنا سمول اف هو ده اللي انا هاخده من الجهاز اللي هو الجيج انترفرومتر اللي احنا بنتكلم عنه من بدايه الفيديو. لما تبص في الاي بيس هتشوف شكل فرنج باترن بالشكل ده, هتشوف الفرنج باترن بتاع الجيج بلوك والفرنج باترن بتاع البلاتن اللي هي البيز اللي محطوط عليها الجيج بلوك. عندي مسافتين هديهم مسميات A و B. B المسافة بين two fringes ورا بعض على البلاتن, و A المسافة من فرنج على البلاتن للفرنج اللي بعده اللي هو الفرنج اللي على يمينه على الجيج بلوك. النسبة بين A و B هي دي بقى small f. يبقى ده اللي انا هاخده من الجهاز, ان انا استخدمت ضوء معين بطول موجي معين, وبعدين بصيت, وبعد طبعا عملت setting وعملت course adjustment وfine adjustment وزبطت setup واستخدمت طول موجي معين, هبص بقى من الايبيس اشوف A بكام و B بكام, اقسمهم على بعض, يبقى هو ده observed fraction. اروح استخدم لون تاني بطول موجي مختلف واشوف A بكام و B بكام, و
احسب ال observed fraction، يبقى هو ده اللي هاخده من على الجهاز. طيب هل انا هستخدم طول موجي واحد لون معين، مثلا لون احمر واستخدمت هيليوم، فده طول موجي محدد وده اللي احسب بيه الهايت بتاع الجيتش بلوك؟ لا مش هينفع، لان احنا في المعادله اللي فاتت قلنا عندي كام مجهول، عندي الايرور ده اللي انا عايزه اقيسه، وعندي سمول ان ده انا معرفوش مجهول، فانا عندي معادله واحده في مجهولين مش هعرف احلها باي طريقه من الطرق، فلازم استخدم كذا طول موجي مش هينفع واحد. وليكن مثلا هنا انا استخدمت ثلاث اطوال موجيه، فنفس المعادله هستخدمها للثلاث اطوال موجيه اللي انا اشتغلت بيهم. المجهول اللي عندي ايه؟ دول انا عندي سمول ان مجهول، كابيتال ان اقدر احسبه، بس القوس ده على بعضه سمول ان اس كابيتال ان هعتبره كله على بعضه مجهول، فانا عندي ادي مجهول، ادي المجهول الثاني، وادي المجهول الثالث، وطبعا الايرور ده هو ده اللي انا عايز احسبه، فادي مجهول رابع. يبقى انا عندي كده كام معادله وكم مجهول؟ ثلاث معادلات اربع مجاهيل، معرفش احلهم غير بترايل ان ايرور، اجرب بقى الرقم ده كام والرقم ده كام والرقم ده كام عشان اقدر اطلع الايرور في الاخر. طبعا مش هحسب ترايل ان ايرور، مش هقعد اجرب بايدي، في طريقه معينه هنشوفها مع بعض دلوقتي. لكن طبعا الفراكشنز دي كلها دي معروفه، سمول اف اللي هو الاوبزرفد فراكشن ده هاخده من على الجهاز، وكابيتال اف ده كالكوليتد فراكشن، هتعرفوا ازاي نحسبه بس بيتحسب يعني وبيبقى نون عندي. فانا هاخد القوس ده على بعضه هعتبره مجهول، وده عباره عن رقم صحيح صغير، والقوس ده على بعضه ده معلوم عندي سمول اف وكابيتال اف حسبتهم، فقدرت احسب القوس على بعضه بكام، اللي هو الفراكشن ده كله على بعضه بكام. الفراكشن اللي انت حسبته اللي هو القوس على بعضه سمول اف ناقص كابيتال اف، هتاخده للتلات الوان مثلا اللي انت استخدمتهم، وتروح تعمل بقى اللي هو ترايل اند ايرور على حاجه اسمها سلايد رول. سلايد رول دي خدتوها في المحاضره، او يعني هتاخدوها في المحاضره، ازاي ترسمها، ازاي ترسمها وبعدين تبتدي تعمل ترايل اند ايرور لحد ما تجيب المجاهيل اللي عندك. عندنا في المعمل ان شاء الله موجود السلايد رول، فانت هتعرف ازاي بقى تستخدمها مش ترسمها. فده شكل السلايد رول عندنا، انت هتعرف ازاي ترسم الخطوط دي كلها. عندي كل لون استخدمته مكتوب جنبه الطول الموجي بتاعه، وموجود بقى الفراكشنز اللي احنا هنشوفها هنستخدمها ازاي دلوقتي، كل لون موجود قصاده الخط بتاعه، وتحت الالوان دي كلها في خط مكتوب عليه الايرور بكام، وعندي هنا جزء كده شفاف بحركه، والجزء ده موجود في النص خط اسود. فانت لما تيجي تشتغل بسلايد رول ملكش دعوه بالجنبين دول، انا بشتغل على الخط الاسود اللي في النص، فانا بحركها وبعدين امشي بقى بالخط الاسود، هعمل تراين ايرور يبقى هقف بالخط الاسود في المكان الفلاني، لا ده ما ينفعش يبقى هقف بالخط الاسود ده في مكان تاني. يبقى نركز ان احنا بنشتغل على ايه، على الخط الاسود، ماليش دعوه بالجنبين دول. وده شكل كده سلايد رول وهي ايه بتتحرك، الجزء اللي على السلايد رول اللي بيتحرك يعني. دي كده سلايد رول بتاعت الهيليوم، انا عندي كل غاز مستخدم هيليوم او كريبتون كل واحد ليه سلايد رول مختلفة عن التانية. ليه؟ لان الهيليوم بيطلع الوان باطوال موجية مختلفة عن الالوان اللي بتطلع من الكريبتون، الاطوال الموجية دي غير الاطوال الموجية دي، فلازم كل واحد يكون ليه سلايد رول مختلفة عن التاني. لو عملنا زوم وقربنا شوية هنشوف ان ده وجه من السلايد رول وده وجه تاني من السلايد رول. الفرق ما بينهم ايه؟ مكتوب هنا اهو سالب وهنا موجب، الخط اللي تحت ده بتاع الايرور، فده معناه لو الايرور بالسالب هستخدم الوجه ده من المسطرة، ولو الايرور بالموجب هستخدم الوجه ده من المسطرة، بس احنا ان شاء الله هنشتغل على الموجب. ودي سلايد رول بتاعت الكريبتون، مفيش اي اختلاف بينها وبين الهيليوم غير الاطوال الموجيه زي ما اتفقنا، وبرده هيبقى في ناحيه منها سالب اهو، هيبقى مكتوب سالب هنا عند الخط بتاع الايرور، وناحيه تانية موجب مكتوبه عند الخط بتاع الايرور اهو، برده هنشتغل موجب. وبالمناسبه الفرق ما بين الهيليوم والكريبتون ان الكريبتون اقدر استخدمه مع جيج بلوكس لحد 125 مليمتر كهايت يعني، لكن الهيليوم ممكن استخدمه لحد 25 ملي بس من الجيج بلوك هايت. هناخد مع بعض مثال عشان نعرف ازاي نستخدم السلايد رول.
مش هناخد المثال من اوله وانا احسب ازاي وكده عشان ده في المحاضرة ان شاء الله، احنا ناخد المثال من اخره ان انا خلاص عملت كل حساباتي ومش باقي غير اني بس استخدم سلايد رول. طبعا سلايد رول انت وانت بتحل هترسمها، لكن احنا هنا في المعمل وانت بتحل هتحل على طول على السلايد رول اللي موجودة عندنا. فاحنا خلاص زي ما عرفنا الانونز اللي عندي اهم دول الثلاثة دول، وطبعا الايرور مجهول اللي انا عايز احسبه اصلا، والنونز اللي عندي دي. فلنفترض ان انت عملت حساباتك وخلصت خلاص وخدت سمول اف اللي هي الاوبزيرفد فراكشن من على الجهاز وخلصت كل حساباتك وطلعت القوس بقى اللي هو سمول اف ناقص كابيتال اف. فاحنا مستخدمين هنا وليكن مثلا استخدمت هيليوم، وبالتالي لما اجي استخدم سلايد رول هستخدم سلايد رول بتاعت الهيليوم، واستخدمت ثلاث الوان اللي هو ريد ويلو وبلو. فطبعا كل واحد فيهم ليه طول موجي محدد اللي هو برضو على سلايد رول بتاعه الهيليوم. وبعد ما خلصت حساباتك طلع لك دي الفراكشنز اللي هي سمول اف ناقص كابيتال اف، دي 93%، دي 15%، دي 70%. هروح بقى اجيب سلايد رول بتاعه الهيليوم وابتدي امشي بقى بالجزء اللي بيتحرك عليها ده، امشي بالخط عشان اعمل تراين ان ايرور واشوف الايرور بكام. هنحل المسألة ازاي؟ الخط الاسود اللي انا بتحرك بيه ده انا عايزاه يقف عند اللون الاحمر على فراكشن 90%، وعند اللون الاصفر على فراكشن 15%، وعند اللون الازرق على فراكشن 70%. فانا هاخد بس واحد منهم، وليكن مثلا انا هاخد الاحمر، فهحرك الخط الاسود لحد ما يجي عند فراكشن 90%. طب والرقم الصحيح كام؟ لا انا مش بركز، انا اصلا الرقم الصحيح انا معرفوش، فانا هقف عند فراكشن 90%، وليكن مثلا في الاول كان 0 وبعدين 90%، واشوف هل الخط مظبوط ولا لا. ما نفعش يبقى هتنقل اللي بعديه للفراكشن 90% اللي بعديه اللي هو 91%، ما نفعش اتنقل اللي بعديه اللي هو 92%. فانا بس هركز على مين؟ على الفراكشن، ان انا هقف بالخط بتاعي على فراكشن منهم، ولا وليكن مثلا اختار الاحمر يبقى انا هقف عند 90% من الاحمر، واروح ابص بقى على الخط بتاع الاصفر والخط بتاع الازرق، هل فعلا الاصفر انطبق عند 15%؟ هل فعلا الازرق انطبق عند 70%؟ او على الاقل قريبين قوي منهم ولا لا؟ لو لقيت الخط بتاعي انطبق على الفراكشنز الثلاثه يبقى هو ده الخط المظبوط، وانزل بقى على الخط بتاع الايرور تحت اشوف الايرور بكام، يبقى انا طلعته. وكمان اقدر اطلع كل الانونز اللي هي الارقام الصحيحه الصغيره. فدي مثلا السلايد رول بتاعت الهيليوم، وده الناحيه الموجب. امشي مع اللون الاحمر، ادي اللون الاحمر هتلاقي فيه ارقام مكتوبه، الارقام المكتوبه دي فراكشنز من 100، فانا عندي هنا كاتب 10%، 20%، 30% لحد 90%، يبقى انا هقف هحرك ده لحد ما اقف بالخط الاسود عند 90%. وقفت اطلع بقى اشوف الاصفر والازرق، الاصفر هنا واقف عند كام؟ انا عندي الشرطه الواحده هنا ب2، فهنا هو تقريبا واقف عند 2%، بعيدة قوي عن 15%. طيب والأزرق لو جيت تبص هتلاقيه واقف تقريبا عند 28%، فلا الاتنين من مية وتمانية وعشرين مية بعاد قوي عن الرقمين اللي أنا مطلعاهم، يبقى الخط ده ايه؟ غلط. فده معنى trial and error، أنا جربت الخط ده طلع غلط، فخلاص هشطب عليه وأروح أشوف الخط اللي بعديه. يبقى أنا كنت واقف عند fraction هنا 90%، همشي لحد ما أقف عند fraction 90% اللي بعده. جيت وقفت عند فراكشن 90% اللي بعده، فاطلع اشوف الاصفر، الاصفر هنا تقريبا 16%، قريب قوي من 15% الرقم اللي انا حسبته. طيب والازرق هنا 68%، قريب قوي من 70%، فغالبا الخط ده هو اللي صح، واقف عند 90% و16% و68%، فغالبا هو ده الخط الصح، اقدر انزل اخد الايرور بالظبط. عايزه اتاكد زياده ممكن اتنقل للخط اللي بعده، اروح للفراكشن 90% بتاع الاحمر على اللي بعده، لو لقيت نفسك بعدت خلاص هرجع تاني هيبقى هو ده الخط المظبوط. طيب اتنقلت للفراكشن اللي بعده، ادي 90% وادي تلاتين من مية، بعيدة عن 15% خالص، وهنا 10%، بعيدة عن 70%. اذن الخط اللي فات هو ده الخط المظبوط اللي انا اقدر اخد منه الايرور.
يبقى هو ده الخط المظبوط، واقف عند الأحمر عند فراكشن 90%، وعند الأصفر عند فراكشن 16%، وعند الأزرق عند فراكشن 68%. يبقى أنا تقريبا حققت الثلاث أرقام بتوع الفراكشنز اللي أنا حسبتهم. هو ده الخط المظبوط. أنزل بقى أخد الإيرور بكام. ده الخط بتاع الإيرور اللي هو تحت الأحمر على طول. هنا الايرور مكتوب 6 من 10، ادي 61 62 63. يبقى انا عندي الايرور اللي موجود في الجيج بلوك هايت 63 من 100. ده كده قدرت احسبه. طبعا في الحسابات اللي انت بتعملها بتروح بقى تاخد تعوض بقى بالارقام اللي انت طلعتها دي، وتحسب الايرور عند كل واحد وتجيب الافريج ايرور، هتلاقيه طلع قريب قوي من الرقم اللي انت طلعته من على السلايد رول. هل انا كده طلعت الانونز كلها؟ اه طلعتها كلها ايرور، خلاص جبته من هنا. طب والارقام الصحيحه؟ انا عندي هنا فراكشن، ولو مشيت من الاول اقدر احسب، اقدر اشوف الارقام الصحيحه قد ايه. فانا مثلا كان عندي من الاول متقسم 0 10 20 على الاحمر، يعني 0 10 20 لحد ما راجع للزيرو تاني، فده كده يعتبر ايه، ادي واحد. يبقى دي واحد وماشي لحد 90 من 100، يبقى ده 91 من 100. اجي مثلا على الاصفر اتقسم اهو لحد الزيرو، ادي كده 1 لحد الزيرو اللي بعده 2، يبقى انا عندي 2 و16 من 100. على الازرق هتلاقي برضو متقسم لحد الزيرو، يبقى دي 1 وادي التاني، وبعدين 68 من 100، يبقى انا عندي ده 2 و68 من 100. يبقى الارقام الصحيحة للاحمر 1، وللاصفر 2، وللازرق 2. كده انت جبت الانونز كلها، يبقى كده انت حققت اللي انت كنت عايز تعمله من الاول خالص، اللي احنا قلناه في بداية الفيديو، اللي هو انا عايز اقيس الجيج بلوك هايت عشان اعرف الايرور اللي موجود فيه قد ايه. فطلعنا الايرور هنا كام، 63 من 100 مايكرون، لان الاطوال الموجية دي كلها بالمايكرون، وبالتالي الايرور في الاخر هيطلع لي بايه، بالمايكرون. ده كده الفيديو بتاعنا. فان شاء الله في السكشن هتشوف الجهاز، وهتشوف الفرنج باترن هو بيتحرك ايه اللي بيحصل، وهتشوف السلايد رول وهتجربها بايدك تستخدمها. هديكوا ارقام تمشي طبق بالسلايد رول، تشوف تحسبها ازاي وتطلع الايرور ازاي، وكل رقم صحيح لكل لون طلع بكام. لو في اي مشكله في الفيديو، انا هبه خالد، ممكن تبعتولي مسج او في اي كومنت عليه او اي حاجه، ابعتولي لو في حاجه مش واضحه. لما تشوف الفيديو ان شاء الله ممكن تسال فيها في السكشن باذن الله. ولو سمحت كلنا يبقى معانا ازازه كحول في السكشن، بحيث ان انت مثلا تستخدم سلايد رول وخلصت رش ايدك بالكحول، يعني ترش ايدك قبلها وبعد ما تستخدمها ترش ايدك تاني، عشان زميلك لما ياخدها لا قدر الله مفيش اي حاجة تتنقل من بيننا.